السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نخدم معكم التصحيح ديال الفرض التجريبي اللي اقترحت عليكم وقلت لكم يقدر يكون هو الفرض الاول في المراقبه المستمره بالنسبه للمادات الفرنسيه، وفي نفس الوقت هو نموذج الامتحان جهوي تجريبي للناس اللي دايرين باك ليبر. نبداو على بركه الله التصحيح ديال الامتحان ديالنا، واللي ضروري قبل نشرحوا لو تيكس، واخا ديجا شرحناها قبل ما فيها باس نعاودوا نقراو هاد لو باساج هذا اللي معطي لينا في الامتحان. ابخي عاد ندوزو نقراو لي كيسيون ونشوفوا لي ريبونس ديالو. نخليكم دابا مع المقتطف ديال الشرح ديال هاد لو شابيتغ، ابخي عاد نرجعوا نديروا لي كيسيون. enseigner la métaphysico théologie كوسمولونوغولوجي. هاد الروينه هادي ديال هاد البلا بلا ديال هاد الهضره كامله، يعني كان هاد بونغلوس هذا كان كيقريهم واحد العلم ديال اللاهوت الميتافيزيقي. المهم ما تنساوش ان هادي كونت يعني فلسفه، هنا كيبقاو يتفلسفوا لينا، يعني غنلقاو كلمات فلسفيه بزاف، وكيبقى دائما التفسير ديال ولا التفسير ديال الكلمات هو تفسير فلسفي. داكشي علاش القصه كتلقاو بزاف ما بغاوش مابغاش تدخل لهم الراسو. Il pouvait admirablement qu'il n'y a point d'effet sans cause. وهاد بونغلوس هذا اش كان كيقول لهم؟ كان كيقول لهم انه ما كاينش شي مؤثرات بلا اسباب، يعني ما كايناش شي نتيجه من دون سبب. Et que dans ce meilleur des mondes possible, انه في هاد افضل العوالم الممكنه، le château de monseigneur le baron était le plus beau des châteaux et madame la meilleure des baronnes possible. هنا كما كنقولوا داير ليهم كولورادو، قال لهم بالله ان هاد القصر هذا ديال مسيو لو بارون هو احسن قصر كاين في هذاك العالم كامل، وان هذيك مدام لا بارون اللي وزنها 150 كيلو هي الافضل. يعني ملي كنقولوا لا بارون يعني بحال كنقولوا لقب، يعني لقب ديال الناس ديال البرجوازيين، يعني كاينين بزاف الناس برجوازيين، ولكن هاد لا بارون هادي ديال هاد القصر اللي سميتو اللي كاين في ويستفالي هي اللي واعره وهي الزوينه وهي هادي وهي هادي. المهم باش تفهم اللي ديمونطري، يعني بغى يبين لينا هادشي هذا، بغى يزيد يفسر لينا ويقول لينا دي زيتيل، قال لينا كل شوز نو بوف اتر اوتغمون، بلي الاشياء ما يمكنش تكون ماشي بحال هكا كيف شرح لينا هو. كار تو ايتون في بوغ اون فان، لان هادشي كامل دار من اجل واحد النهايه اللي هي محدده. تو اي نيسيسيرمون بوغ لا ميور فان، وكلشي دار لواحد الغايه فضله. Remarquez bien que l'aîné en était fait pour porter des lunettes. قالك لاحظوا بالله، المهم الجمع ديال الانف واش هو انوف، ما تديوش عليا في العربيه. المهم قالك بالله الانف دار باش حنا نحطوا عليه نظيضرات. Aussi avait nous des lunettes. قالك وحنا عندنا نظاظر. Les jambes sont visiblement instituées pour être chaussées. قالك حتى دابا الرجلين ديالنا الاقدام ديالنا مديورين باش اننا نديروا فيهم واحد الجوارب ولا نديرو نلبسو صباط. وهذا اي نو زافون دي شوسيو، وحنا عندنا الصبابط وعندنا التقاشر، يعني هذاك الشيء اي حاجه مديوره لواحد الحاجه، هادشي اللي بغى يقسم. لي بيغ اون ايتي فورمي بوغ اتخو طايي، قالك الاحجار ولا الصخور دارت باش حنا نحتوها. اي بوغ اون فيغ دي شاطو، باش نبنيو منها قصور. أوسي مونسينيور أن تخي بو شاطو، قالك حتى دابا هاد الملك ديالنا هاد السيد ديالنا، دابا مسيو لو باغون كيقولوا لي غير السيد والرب، وهذا قال لي بالله أن هاد السيد ديالنا مسيو لو باغون عنده قصر لو بلو كغون بارون دو لا بروفانس دوا إتخ لو ميولوجي، وبأن يعني خاص أصلا هاد زعما هاد المونسينيور اللي هو مسيو لو باغون هضر السيد ديالنا ضروري ما خاصو يسكن واحد القصر اللي يكون في المستوى ديالو في هذيك العماله ولا في هذيك المقاطعه. المهم اي لي كوشون ايطون في بور اتر مونجي، قال لك الخنازير داروا باش حنا ناكلوهم. نو مونجون دي بورك توت لاني، وحنا دابا كناكلو الخنازير العام كامل. بار كونسيكون يعني النتيجه سو كيون افونسي كوتو اي بيان اون دي اون سوتيز، قال لك الا شي واحد قال بان هادشي كامل يسير على خير ما يرام راه كيقول غير واحد الحماقه. il fallait dire خاصنا نقولوا كوتو اي او ميو بلا كلشي يسير نحو الافضل، يعني دائما كنقولوا بهذا الشيء اللي واقع لينا راه غادي الحاجه اللي هي مزيانه.
كون ديد ايكوتي اتونتيفمون اي كرويي اون سمون. هاد كون ديد هذا كيتصنص كي مزيان وكيصدق بواحد البراءه كاع داكشي اللي كيقول ليه هاد الاستاذ ديالو بونغلوس. كار إل تروفي كونيغوند إكستخيمون بيل، حيت كان كيشوف بلا هاد الآنسة كونيغوند اللي هي بنت مدام لاباغون ومسيو لو باغون مول هاد لو شاطو، كانت كتبان ليه واحد هي واحد السيدة اللي رائعة الجمال. كواكي نو بخي جامي لاغديس دو لوي ديغ، وخا ما عمرو كانت عندو الفرصة ولا ما عمرو تجرأ بالأحرى أنه يقول ليها بلي راكي زعما راكي قرطاسة. Il conclut qu'après le bonheur d'être né baron de Tendertentroch، قالك بان الدرجه الاولى يعني ختم لينا زعما ولا خلص لينا بان الدرجه الاولى ديال السعاده انك تزاد في هاد في ويستفالي في هاد لو شاطو ديال تندرتنتروخ. ولو سكوند دوغري دو بونور، الدرجه الثانيه ديال السعاده ايتي دتر نيغوند، ان تكون هاد الانسه كاينه في الحياه زعما ديال كونديد هاد البنت مسيو لو باغون ومدام لا بارون. لو تخوازيام الدرجة التالتة ديال السعادة دو لافواغ تو لي جوغ، أنه يبقى يشوف كونيغوند كاع الأيام. إي لو كاتخيام والدرجة الرابعة ديال السعادة دونتوندغ ميتخ بونغلوس لو بلو كغون فيلوزوف دو لا بروفانس إي باغ كونسيكون دو توت لا تيغ. و الدرجة اللخرة ديال السعادة عندو هو أنه يتصنت للدروس ديال الأستاذ ديالو بونغلوس اللي هو أفضل أستاذ يعني فلسفي في هذيك المقاطعة ولا العمالة، أو بالأحرى هو أفضل أستاذ فوق اللي كاين فوق على وجه الأرض أون جينيرال. من بعد ما تفرجنا في الشرح ديال هاد ليكستري لي مخود من لو شابيترو ا ديال لو كونت فيلوزوفيك كونديد، غنبداو الاجابه على الاسئله ديال الفهم. قلنا اول جزء هو الكونتكستواليزاسيون دي تيكست، دائما كيسولوك على معلومات خصك حتى تكون عارفهم على الروايه، الكاتب امتى تزاد امتى مات فين مات، بزاف ديال الكتب وحدين اخرين ديالو سيتياسيون دو باساج، يقدروا يعطيوك فغي او فو، بزاف ديال الانواع ديال الاسئله كيكونوا في هاد البارتيه الاولى. ركوبي اي كومبليتي لو طابلو سويفون، ضروري غادي تنقلوا لو طابلو ابري عاد تبداو تجاوبوا. بالنسبه لو تيتغ دو لوفغ هو كونديد و لوبتيميزم، لكم كامل الاختيار. لوتور ديرو فولتير ولا ديرو السميه الحقيقيه ديالو، ديجا قلت لكم السميه الحقيقيه ديالو هي فرانسوا ماري اغويت، بغيتو ديروها بغيتو ديرو فولتير حتى هي كتحسب نهار الفرض او نهار الامتحان الجهوي. بالنسبه لا دات دو باريسيون ولا لا دات ديكريتور، عندها نفس التاريخ يعني التاريخ اللي تنشرات فيه هو نفس العام اللي تكتبات فيه هاد لو كونت هو 1759. لو جور النوع ديالها كونت فيلوزوفيك يعني روايه فلسفيه فيها تفلسف. الا جاوبتي على هاد ربعه ديال لي كيسيون عندك نقطه ديالك. بالنسبه لا سيتوياسيون دو تيكست يعني لا سيتوياسيون دو باساج، حنا عارفين ان لو شابيترو اه يعني كنهضروا على لا سيتوياسيون انيسيال يعني على لانسيبيت دو رومون البدايه ديال هاد الروايه ديالنا. Ce passage se situe au début de l'œuvre, qui est le début de l'histoire. Il s'agit de l'incipit. Ou qui met l'ina l'incipit, يعني le début de l'histoire. دائما l'incipit, est-ce qu'il compte فيها؟ Il sert à présenter le cadre spatio-temporel, les personnages et quelques événements. دائما في l'incipit, في la situation initiale, qui compte عندنا تقديم ديال الشخصيات تقديم ديال الزمان، le cadre spatio-temporel, الزمان والمكان، الشخصيات وبعض الأحداث. غادي ندوزو دابا باش نجاوبو على الجزء الثاني ديال ليتيود دو تيكست اللي هو لاناليز دو تيكست. كيل سون لي بيرسوناج بريزونتي بار فولتير دون سو تيكست، شكون هما الشخصيات اللي قدمهم لينا فولتير في هاد لو تيكست هادي اللي عندنا ماشي في لو شابيتر كامل في لو تيكست. كيف شفنا ملي قرينا لو تيكست ان لي بيرسوناج بريزونتي بار فولتير دون سو تيكست سون شخصيات لي دوا عليهم فولتير في هاد لو باساج هذا، مسيو لو بارون اللي هو بابا كونيغوند والخال المفترض ديال كونديد، وعندنا كونديد لو بيرسوناج برينسيبال، عندنا بونغلوس الاستاذ ديالو، عندنا مدام لا بارون مارت مسيو لو بارون، وعندنا صافي كونيغوند بنتها كونيغوند. هادو هما الشخصيات اللي كاينين في هاد لو تيكست اللي معطيه لكم في هاد الفرد هذا، درتهم على شكل عوارض. المهم هاد الشخصيات يكونوا مكتوبين عندكم نقطه ديالكم. بور كيل غيزون كونديد ايتي لي بارسونو، اشنو هو السبب اللي خلى هاد الشخصيه هادي اللي هي كونديد يكون عندها هاد الاسم هذا. كونديد ايتي ني بارسونو باسكو كيل كرويي انوسمون، يعني
هاد كونديد هذا تسمى بهذا الاسم حيت هو يعني بريء، وهذا الاسم هذا كينطابق عليه بصح، هو يعني بريء وساذج واي حاجه كيتايقها وما عرف حتى شي حاجه في الدنيا هذه، كيعرف غير الاستاذ ديالو بونغلوس وكونيغوند ومسيو لو بارون مدام لا بارون وداك لو شاتو اللي كاين في ويستفالي، يعني هو بصح كنطابق عليه هاد السميه ديال كونديد اللي كتعني الواحد اللي هو ساذج وغير نيه. كالي لو طون دومينون دون سو باساج اي بوركوا، هادوك الافعال اللي عندنا في هاد لو باساج فاش مصرفين وعلاش مستعمل هاد الزمان هذا بالضبط. لو طون دومينون سي لامبارفي دو لا ديسكريبسيون، يعني عندنا لامبارفي و لامبارفي كنستعملو ملي كنبغيو نديرو لا ديسكريبسيون الوصف، حيت بدا كيوصف لينا في مدام لا بارون، كيوصف لينا في كينوغون، كيوصف لينا في الحياة اللي كيعيشها هاد كونديد في هاد لو شاطو. قلنا علاش عندنا هاد لا ديسكريبسيون وعلاش مستعملين حنا اصلا لامبارفي، كار لوتور بريزونت لو كادر سباسيو تومبوريل دو سون كونت، حيت اصلا الكاتب كيقدم لينا الزمان والمكان ديال الروايه ديالو. إل ديكري لو ليو، كيوصف لينا المكان اللي كيدورو فيه الأحداث، يعني كيوصف لينا في داك لو شاتو ديال مسيو لو بارون، قال لينا عندو بيبان، عندو هذا، مفرش بزاف ديال الحوايج. لو طو اي لي بيرسوناج برينسيبو، كيوصف لينا حتى في الشخصيات، قال لينا مدام لا بارون كتوزن 150 كيلوغرام، كونيغوند زوين. لوتور كريتيك لاريستوكراتي مونتري لو بار دو زيكزومبل دو تيكست، لوتور لو فولتير او بيان فرانسوا ماريا روي دار لينا واحد النقد لديك الطبقه الاستقراطيه، ما عرفت كيفاش كيقولوا لها، المهم ديك الطبقه البرجوازيه، ديك الطبقه اللي كتحس براسها انها زعما ما كاينش محسن منها، دار لينا هاد النقد هذا. وحنا خصنا نجبدو من لو تيكست واحد جوج ديال الامثله كتبين لينا يعني هاد الانتقاد ديال فولتير لهاد الطبقه هادي. لوتير كريتيك لاريستوكراتي دي لو ديبي دو لوفر، شنو هما الامثله اللي كاينين في هاد لو باساج اللي عندنا؟ لا بارون اي كونسيديري بار لي جون نو با بار سا فالور مورال مي بار سون بوا فيزيك، قال لينا بان هذيك مدام لا بارون مرت مسيو لو بارون الناس كيحترموها فقط على قبل الوزن ديالها، ماشي على قبل التفكير ديالها، يعني كيحترموها حيت كتوزن 150 كيلوغرام، وهذه شي حاجه اللي هي تافهه، ما كنحترموش حنا الشخص على قبل الوزن ديالو، ملي كنحترموه على قبل بزاف ديال المعايير وحدين اخرين. لا سور دو بارون نا با بو ايبوز سون نامو، وخت مسيو لو بارون اللي هي ماما كونديد ما بغاتش تجوج بالحبيب ديالها، كاغ علاش؟ سولوي سي نا بو بروفي كو 71 كارتيي دون سون اربر جينيالوجيك، علاش ما بغاتش تجوج بيه واخا كانت كتبغي وكانت العلاقه الغير شرعيه بينها وبينو، الثمره ديالها هو هاد كونديد لو بيرسوناج برينسيبال ديالنا. وديجا قلت لكم ان كونديد هو ولد غير شرعي وما بغاتش توري كونديد بوه، وهاد بوا ما بغاتش توريه الابن ديالو، ما بغاتش تجوج بيه، علاش؟ حيت ما واصلهمش 100% في ديك الطبقه كما كنقولوا البرجوازيه ديالو، مناقصينو شي نقاط وخلاتو تما معلق وما تجوجاتش بيه. اكسبليكي لا لوجيك دو لا تيوري دو بونغلوس، خصنا نفسرو ديك النظريه ديال داك بونغلوس الاستاذ ديال كونديد والاستاذ ديال داك لو شاتو كامل، اشنا هي النظريه ديال هاد بونغلوس هذا؟ La théorie de Pangloss suppose qu'il n'y a pas de cause sans effet. النظريه ديال هذا الاستاذ بونغلوس كتقول لنا انه ما كاينش سبب بدون نتيجه، يعني دائما ما ضروري ما كيكون عندنا السبب عاده كتكون عندنا النتيجه. ايكو تو فا بور لو ميو دون لو ميور دي موند بوسيبل، وان كل حاجه غاده للافضل في هاد افضل العوالم الممكنه اللي كاينه، دي النظريه ديال بونغلوس. السؤال الموالي،
غندوزو الجزء الاخير ديال ليتيود دو تيكس. كان فوكاليزاسيون ايتوليز لو ناراتور، اشنا هي الفوكاليزاسيون، اشنا هي لو بوين دو فيو اللي مستعمل لينا هذا الراوي هذا، واش هذا الراوي داخل في الاحداث ولا ما داخلش، واش الراوي اللي كيعاود لينا هو لو بيرسوناج برينسيبال، يعني بزاف ديال الحوايج، واش انترن واش اكسترن ولا زيرو. ملي كنهضروا على الفوكاليزاسيون كندويو على ثلاثه، كاينه فوكاليزاسيون انترن، فوكاليزاسيون اكسترن، والفوكاليزاسيون زيرو. بالنسبه لهذا لو شابيتر بالنسبه لكونديد عندنا لو ناراتور اي اومنيسيون. بالنسبه لهذا لو شابيتر عندنا لو ناراتور اي اومنيسيون اومني بريزون. شنو هي اومنيسيون ولا اومني بريزون؟ يعني هذا الراوي اللي كيعاود لينا كيعرف كل شيء على الاحداث، وكيعرف سواء في الاحداث اللي دازت ولا الاحداث اللي جايه، يعني هو داخل لينا اي اليكستيرور دو ليستوار. كيل فوكاليزاسيون يوتيليز لو ناراتور؟ اشنا هي لو بوين دو فيو او بيان الفوكاليزاسيون اللي مستعمل لينا الراوي في هاد لو باساج هذا؟ عارفين حنا ان عندنا 3 تيب دو فوكاليزاسيون، عندنا الفوكاليزاسيون زيرو، الفوكاليزاسيون انترن، والفوكاليزاسيون اكسترن. بالنسبه لهاد لو تيكست عندنا فيها الفوكاليزاسيون زيرو. لو ناراتور اي اومنيسيون سا فو دير اومني بريزون. اشنا هي اومني بريزون؟ هي انه لو ناراتور اي اومنيسيون، يعني اومني بريزون، اي سي تو دو تو، يعني عارف كل شيء، عارف جميع الاحداث اللي واقع اللي غتوقع وحتى اللي غتجي في الفيتور، وعارف كل شيء على الشخصيات وعلى لي سونتيمون ديالهم. يعني لو ناراتور راكونت اون يوتيليز ايل، وهاد لو ناراتور راه كاين في ليكستيريور دو ليستوار، يعني ما داخلش، ماشي هو البطل ديالنا، هو كاين خارج هاد الاحداث هادو، خارج القصه. Il explique le pourquoi du comportement de ces personnages, c'est donc la focalisation zéro. يعني هو focalisation zéro qui compte le narrateur عارف كتر من le personnage principal. غندي لكم فيديو قريب ان شاء الله باش نحيدوا هاد اللبس هذا ديال الناس اللي باقا عندهم مشكل في هاد لي focalisation. بالنسبه للفوكاليزاسيون انترن كيكون لو ناراتور هو لو بيرسوناج برينسيبال، والفوكاليزاسيون اكسترن كيكون لو بيرسوناج عارف كتر من الراوي، اما في الزيرو كيكون الراوي عارف اكثر من لو بيرسوناج برينسيبال. نتمنى ما نكونش شلفتكم بهذا الشرح هذا. اخر سؤال عندنا، دابري فوتر ليكتور دو لوفر، من خلال قراءتك للروايه، بوركوا كونديد ايتي تيل شاسي او شاتو دو شاتو؟ علاش هاد كونديد لو بيرسوناج برينسيبال تم الطرد ديالو من داك لو شاتو ديال مسيو لو بارون؟ محيدين لنا هما الباراغراف في هاد الفرد هذا، محيده لكم انا ديك الباراغراف اللي فيها كان هاد كونديد قبل بنت الخال ديالو ولا بنت العم ديالو. الباراغراف اللي فيها الجواب ما كايناش في هاد الفرد هذا، وديجا شرحتها لكم، قلنا ان كونديد قبل كونيغون وشافو مسيو لو بارون وجرى عليه. يعني السبب علاش هاد كونديد جرى عليه من هاد لو شاتو بوغ افوار امبراسي كونيغون، حيت قام بالتقبيل ديال كونيغون وشافو مسيو لو بارون وقام بالطرد ديالو. باش نشرح لكم البروديكسيون اكريت، ما غنخدموش في هاد لا فيديو حتى الفيديو ان شاء الله واحد اخر غنحاول ندير فيه لو سوجي. اون فو ريفيرون ان انسيبيد دو كونديد، بالرجوع الى الشابيتر الاول ديال هاد كونديد هادي، يعني البدايه ديال لو كونت، غيديجي ان كومونسمون دان كونت فيلوزوفيك اون ريسبكتون لي كاركتيريستيك دو سولويسي. يعني غادي تعاودوا نتوما تصوبوا لنا واحد البدايه يعني ديال هاد لو كونت فيلوزوفيك، حتى نتوما من الدماغ ديالكم. ملي كنقولوا كونت فيلوزوفيك يعني لي بيرسوناج اللي كيكونوا عندنا كيكونوا شخصيات اللي هما خياليه، ماشي شخصيات اللي هما حقيقيه، وكتكون عندنا افونتور، كتكون عندنا مغامره، ولي زيفيرمون كيكونوا في لو باسي وضروري من الكريتيك. ملي كنهضروا على واحد لو كونت فيلوزوفيك كيكون عندنا الكريتيك ديال شي حاجه، تقدروا ديروا الكريتيك ديال شي حاجه ولا شي اسبي نيجاتيف اللي كاين في لا سوسيتي ماروكان، وخاصكم ضروري ثاني تحترموا لو شيما ناراتيف سوسياسيون انيسيال كيكون فيها لو كالم، البريزونطاسيون ديال لي بيرسوناج، لو كادر سباسيو طومبوريل، وديال شي حدث من دوك الاحداث المهمه. نتمنى انني نكون فدتكم ونكون نفعكم هذا الامتحان وهذا او هذا الفرض هذا. الى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله، والى معلومه جديده.